تحياتي جلال وتقدير للمجلس الجماعي لتلاوة الذكاترة اللي دائما وابدا الشعار ديالهم الإنسانية قبل التدين. نخليكم مع اجمل الكلمات المؤثرة. ان شاء الله احنا دائما مستعدين باش نشوفوا الايادي ديالنا باش نشدوا اي مبادره تقدر تجي لينا شي حاجه مزيانه الساكنه ماشي لينا الساكنه فغادي نشدوها بيدينا ونحصلوا فيها مزيان باش ما تمشيش لينا حتى شي بلاصه. ان شاء الله نشكر مجددا في عبد الله بوعسريه رئيس لجنه الحياه الطبيه وسعيد اللي كنخدموها كما دائما لهاد الحملات وكنشكروها كذلك لانك خدتي من الوقت باش تجي العملية ومن الناس اللي كتكون دائما في اجتماعات مع السي اسلام ولا مع السي عبد الله ولا الدكتور على اساس انهم دائما باش يوجدوا برامج اللي نعمل بها في كافة المبادرات. استاذة نسيبة بوسعيد شكرا. شكرا سي اسلام. وعلى الكلمة ديالي غنزدها من الملاحظة اللي درتيها ديال حنا كنعطيو وقتنا كيفاش المنتخب باغي يعطيش من وقته سورتو كي كيكون كيشوف ان الجمعوي وان البطولة الطبية يمكن عطي اكثر للمجال الاجتماعي والصحي اللي انا كنصدر انه من اولى اولوياتنا. انا اليوم في هذه المبادرة جيت باش نتمم المجهودات اللي قامت بها الجمعية واللي قامت بها جميع الاطر اللي شاركت في هذوك الحملات اللي درناهم في رمضان وجيت باش نعطيكم واحد كلمه شكر واخا انا عارفه ان راه حتى شي حاجه ما تشوف في حق كل من يشتغل على هذوك الحملات سورتو بهذاك الكالندري اللي كنا حكينا مع سي بوعسريه. شكرا لسي بوعسريه اللي كان كيتصنت الاقتراحات ديالنا والملتمسات ديالنا بصدر جد رحب واخا كانت بعض المرات كتزيد عليه الخدمه. حنا في الاول كنا طرفنا اننا نخدموا على ربعه ديال المراكز ربعه ديال السبوته باش نحاولوا نغطيو جميع لي زون ديال المدينه واحد شويه ولينا كنطلبوا اننا نزيدوا مراكز اخرى وانا شهاده حق في هذا السيد اشك فوا اننا كنزيدوا شي زياده ما تيفكرش نهائيا في الخدمه اللي غتزاد معاها بقدر ما كيفكر بان الخدمه غنزيدوا نقربوها اكثر للمواطن وكنلقاو انه معنا في دهرنا. دونك شكرا على لي زيفور اللي درتو. حنا رحنا عارفين ورحنا نوصل كونسيون اننا خدينا منكم نهايه الاسبوع ديال رمضان كامل. دونك ديجا رمضان راه صعيب انك تحرك شي واحد سد حنا خدينا السبوته كاملين ولقيناكم خدامين بواحد التفاني بواحد الاجتهاد زعما ما شاء الله ما الكلمات كتعجز على الشكر في حق هذه الخدمه اللي درتوها. وشكرا موسي للجمعيه لانها منذ بدايه هذه الولايه اشتغلت معنا بلا ما تسنى انه يكون واحد الاطار بلا ما تسنى انه يكون واحد العقد شراكه اللي كتهبط بيناتنا. دونك خدمات مسؤولات في شراكات مسؤولات في شي حاجه كنهمها الوحيد وهمها الاكبر هي انها تقدر تقدم خدمات للمواطنين ديال مدينه عيت مدلول. دونك اليوم كنظن انه وصل الوقت اننا حنا اللي نبداو نفكروا جد ديال في هذا العقد الشراكه لان حنا في امس الحاجه لا كونتينيتي ديال هاد لي سيرفيس اللي كديروا نتوما اليوم في المدينه وحنا اللي ما بغيناهمش انهم ينقطعوا واحد النهار. عقد الشراكه اللي مقترح راه حنا كنتدارسوه في المكتب وحنا كناكدوا لكم اننا متشبتين به واننا متشبتين بهاد الحملات النوعيه اللي كديروها في المدينه. ان شاء الله ما كرهناش ان لي سيرفيس يزيدوا يتوسعوا لمجالات اخرى. وشكرا لانكم اشاك فوا كتيروا انتباهنا لهاد المواضيع اللي بيسك نتوما فوز دي جون دو دومين مواضيع اللي كتكون بعض المرات خطيره وحنا كنكونوا غافلين عليها. وهنا انا جو في كلان ديال سي بوعسريه باش يصرع لنا البروجي الجاي ان شاء الله ما غنهضروش عليه دابا مي راه كاين موضوع اللي هو جد جد مهم واللي حنا خدامين عليه مع الجمعيه كنتمنى انه يتكونكريتيزا في اسرع وقت ممكن. دونك شكرا لكم جميعا وبهذه المناسبه انا بغيت نشكر السي سي بوحاطي ومن خلاله المصلحه اللي حتى هي كتبذل واحد المجهودات كبيره جدا. انا ما بقيتش كنسميهم جنود الخفاء لانهم ما بقاوش كيشتغلوا في الخفاء ولو كيشتغلوا في الخفاء وفي الظاهر معنا. دونك شكرا لكم ومصلحه انا جايه ليه ومصلحه الاعلام والتواصل اللي تاهما ولا المجلس شي شويه ندوخهم بكثره لي زاكتيفيتي دونك يصبروا علينا مي ندينا هادشي اللي بغا. شكرا شكرا للاستاذه نسيبه. وفي الحقيقه
الله يعلم إذا الناس كتدير أكثر من الخدمة وكتعطي أكثر من وقتها، إذا كان كيجي كيضغط معاك الوقت داكشي ديال واحد اللي أنا خدام تقريبا مدة الأربعة ولا هذا، والله ما كنا غادي نوصل لهذه النتيجة. حتى ولاو هما مابقاوش كيديروا غير عمل الموظف، ولاو كيديروا عمل ديال داك الجمعوي وعمل ديال داك أكثر من الجمعوي، على أساس أنهم يكونوا يجيبوا العمل ونستمروا ندعوا ونشوفوا كيفاش نقدروا أن نطوروا العمل ديالنا إن شاء الله. شكرا سي بوحاطي رئيس مصلحة على مستوى الشؤون الثقافية والاجتماعية. كنشكر السي عزيز بيدودين رئيس مصلحة الإعلام والتواصل والفريق اللي كيشتغل معاه. كنشكر السي جمال زكورة لأنه ما تابعنا مصلحة الثقافة هو وحيد وتابعنا مجلس تابعنا الجماعة، فكنشكرو حتى هو على العمل دائما اللي كيقوم به يعني السونوريزاسيون والمسائل كلها. وكنشكرو الإخوان كلهم اللي كيشتغلوا معنا على طول هاد المبادرة. سي بلعشور رئيس لجنة الميزانية والبرمجة والمالية اللي غنحتاجو الشراكة، أنا غنناقشو معاه الشق المالي ديال الشراكة. تفضل سي بلعشور. السلام عليكم سي بلعشور. بالمناسبة دكتور في الصيدلة هناك اعتمد الدواء. السلام عليكم. وعليكم السلام. غادي نرحب بجميع ونشكر بجميع اللي مشرف الذاكرة مع الأسماء. غنبدا نكيف ونشكر الجميع وتحية الجميع. أول مرة كنشارك في الحملة الطبية بحكم المهنة ديالي كصيدلي بعيد شوية على لي سونتر دو سونتو لي زوبيتو. نهار شاركنا في هذه الحملة الطبية أول حاجة اللي لاحظتها هو الضغط الكبير اللي كاين على الأطر الطبية، منهم لي زانفيرمي ومنهم سيكوريتي لي زانفيرمي. أي واحد حدا الحيط ديال السيكا ولا سونتر دو سونتي كيبدا الضغط، هذوك الناس الله اللي غادي يجازيهم. أما حنا كبشر خصنا ندخلو لعندهم نخدمو معاهم ونحسو بهم. الناس مكرفسين ما عندهم باش يخدمو وفي مواجهة ديال مشاكل كبار صحية في البلاد. على الدورة اللي كتقوم بها الجمعية راه دور كبير، ما عمر واحد الفراغ اللي ما يمكن يعمرو لا سلطة ولا وزارة ولا جماعة. هذا هو العمل الحقيقي اللي كنسميه أنا النقيط ديالي. إلا جيت نقط العمل الجمعوي راه غادي نعطي الرتبة الأولى لهذا النوع من العمل. أول حاجة كيوضح لنا الصورة اللي ما كتوصلناش. ثاني حاجة كيخدم ويقضي غرض بالدارجة للناس اللي مغلوب على أمرهم، الوقت غلبهم. نعطي مثال، كاين الناس عايشين مع أمراض وكل ما كانوش حملة طبية راه ما غاديش يعرفوا الأمراض اللي عندهم، يعني حتى الحياة ما غاديش يكون داك التجويد الحياة عندهم. كاين الناس عايشين مع الضغط الدموي ما عارفينش، متعايشين مع وصافي. كاين الناس اللي عندهم 4 غرام 3 غرام ديال السكري، فاش كدير التحليلة كتعجب الواحد كيفاش غير باقي عايش وحمد الله وشكره. المسألة أخرى اللي بنحييكم عليها كجمعية هي مسألة ديال التحيين ديال اللوائح ديال المرضى ذات السكري اللي غادي يستافدوا من العلاج اللي كتقدمه الوزارة. هذه في حد ذاتها ما نقدرش نوصفها بكلمات من غير الله يرحم لكم الوالدين وشكرا. والأعضاء السيد دكتور عبنتي الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم. أشكر المجلس البلدي تيت ملول الذي نعتز أننا كجمعية طبية أخذت على العاتق ديالها أنها يعني تخدم في جانب اجتماعي وبناء المجتمع الذي في يعني هو اللبنة والقدرة الأولى. وإشارة للأخ النائب المحترم سي إبراهيم غير على أساس بناء المجتمع وبناء الشخص، عندما انهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية يعني الإمبراطور وقع اتفاقية ديال يعني السلم أو الاستسلام، ولكن عاد لبناء المجتمع الياباني وأزال عمامة الإمبراطور وأخذ على عاتقه بناء المجتمع من داخل القسم وبناء الشخص الياباني. وهانتم كتشوفوا اليابان فين وصلت، وحتى أوروبا بعد خروج ديالها من ولايات الحرب اعتمدت على العمل الجمعوي أكثر. ها
هذا العمل الجمعوي مازال الثقافه ديالو ما بقاتش ترسخ في المجتمع المغربي، بحيث ان اي عمل جمعوي كينتظر منه ذاك الفاعل الجمعوي ياخذ شي حاجه. احنا هنا ليس يعني جينا كفاعلين جمعويين باش نعطيو وناخذو، بالعكس احنا ثقافه الاعتراف وثقافه العمل هي الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فبغينا نمشيو على النهج ديال السلف الصالح، نكونوا الناس في خدمة الصالح العام. وما دام ان هذا المجلس فتح الذراع ديالو لهذه الجمعية، نحن مستعدين. وألغينا بالمناسبة ألغينا عدة عروض مغرية، وكنشكر السيد بوعسرية لأنه رجل لا يباع ولا يشترى، وهذه من الميزات اللي جعلتني أننا ننضم السي عبد الرحيم كأطور سابقين في صفوف القوات المسلحة الملكية. وإذا ما استمرت الشراكة نحن مستعدين لتطعيم هذه الجمعية بعدة أطور، وكنوعدكم أننا غنمشيو بعيد. وهذا العمل اللي قدمناه هو فقط لتعرفنا عليكم، فإذا ما كانت وعود ومهدتنا طريق فراه العزيمة والإرادة كاينة، والدليل على ذلك بصفر درهم عن الجمعية قمنا بهذا العمل كله بإمكانات بسيطة فقط لابورونتي كونتون بو أون بو. فلهذا نحن نتعهد مع المجلس أننا سنكون في مستوى تطلعات ديال الخدمة الصحية الجماعية الاجتماعية ديال الناس الجامعة. أولا ألغينا عدة اتفاقات كانت يعني مهيئة أثناء الحملات اللي قلنا فيها ديال ديالكنوستيك لي سونتر الأخيرة اللي قمنا بها، وخلالها زرنا 6 ديال الجامعات، وقررنا باش ما ناخذوش تعهد مع أي جامعة، نبقاو مركزين عند الجامعة ديالنا غيتمنوا هي الأولى وهي الأخيرة. والحمد لله هذا يبشر بالخير، ونستبشر بكم خيرا كأب هذا المجلس الذي نرى فيه كل الخير وكله طاقة وكله شباب. كنشكر الإخوان على هذه الفرصة هذه وعلى هذه الثقة اللي وضعتوا فينا. نحن كذلك سعداء باللقاء بكم ومرة أخرى أحييكم، وما ننساش نشكر الأخوات اللي كانوا سند ديالنا بأن الأخوات ديال هيئة تكافؤ الفرص اللي كنشوفوهم كانوا دائما، ربما احنا وفرنا الجو وكنا كنخلقوا واحد الجو ديال هذا، ولكن مازال كنقصنا بعض الاشكاليات، ولكن بإطار الشراكة ان شاء الله ما نخليش دابا نخلي الامور تبقى حتى نناقشوها فيما يخص بعض الاكراهات ديال النقل وديال المسائل اللي هي بسيطه جدا غادي نتخلوا عليها جميع. شكرا مره اخرى وتحيات كبيره اليكم. شكرا برافو. السلام عليكم. شكرا شكرا للجميع، شكرا للحضور، شكرا للناس اللي ما عنديش كلمات كثيره غادي نقول اللي نقدر نقول. واحد القضيه مهمه هو انا كنامن دائما بان الامكانيات اولى عز على خدم الامكانيات قليله، وكنقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج، ما كنتسناوش دائما حتى يكون هذا الايمان خصنا نرسخوه حتى في الجيل اللي جاي، حيت كلشي كيتسنى حتى يكون كلشي كاين عاد. اسمي راه ملي كتصيف الدليل هو انه مثلا حنا صنتاخروا في المغرب مثلا في ظروف ديال جائحه كوفيد، راه حتى راه المغرب تكرص في الاول هو الثاني في العالم في التضامن ديال هذا، يعني راه عندنا شي حوايج نقدروا نديروها. والقضيه شوف غير الميداد البيضاء اللي فاز واش كان شي واحد يعني المغرب كاين الحمد لله باش الامكانيات قليله نقدروا نديرها، كيبقى غير لا كونيسونس يعني. وانا اللي عجبني في تبدو صراحه الناس خصوصا الجمعيات الحياه التربيه، يعني كاين واحد المثال ديال واحد التكامل ديال واحد الناس ديال يعني امكانيات بسيطه تنقدروا نديروا حوايج كثار. والمواضيع اللي طرحوا لها مؤخرا اللي كانت هو داء السكري مثلا والطونسيون، راه ما ننساوش بانه المغرب عرف واحد التحول ايبيديمولوجي مهم
باش حيت كاين لك كاين غيتبان لك القضيه ديال الطونسيون السكر عادي، ولكن هو عنده لو كو ديريكت وعنده واحد الكو انديريكت، عنده واحد الكلفه مباشره وعنده كلفه غير مباشره، واللي صعيب هو ديك الكلفه غير مباشره اللي ما تتبانش. الكلفه المباشره هو داك التكلفه ديال الدواء وديال هذا والضغط على الميتيال على الدوله على لوسبيتاليزيسيون على هذا، والغير ملي كيدوز في الانسفيزونس رينال دابا السكري والطونسيون راه نسبه كبيره اللي كتشتغلوا مع الناس ديال الدياليز. علاش حنا مثلا حيت اي اشتغال في المجال ديال التوعيه ولا بريفونسيون راه تنهزو الثقل على مجالات على الكونسير على الناس اللي تياخذوا شارج الكونسير ولا الانسفيزونس رينال. يعني هاد التحويلات بدون جرح نشرحو بطريقه بسيطه باش نفهموا علاش حنا قبل المغرب في السبعينات والستينات وتقريبا كان الامراض اللي كانت معروفه ذاك الوقت هو اللي كانت كثيره هو الامراض التعفنيه الافراد التعفنيه. ذاك الوقت كان الناس كيموتوا على الاسهال، كيموتوا بوحمرون، كيموتوا بالقزاز والعوايه، وكان امراض الصدريه ولا دياري والكوليرا. دابا شنو الامراض اللي كنشوفوا دابا؟ كنشوفوا الكونسير، كنشوفوا السكر، طونسيون، قصور كلوي، امراض عقلية ونفسية، امراض ديال القلب والشرايين، وامراض ديال الحساسية. يعني ذاك الوقت اللي كانوا امراض تعفنية، ودابا مشينا لامراض مزمنة. يعني مشينا لواحد النوع ديال الامراض اللي كانت التكلفة ديالها بسيطة، مشينا لهاد الامراض كل شتو هادو كلهم عندهم تكلفة كبيرة. يعني المجتمع الا ما جاش يتحرك واحد الموقع ديالو ما غاديش يهز الثقل على لان تجيب لك تكلفة ما تجي. حيت كنتي كتمشي من واحد لوسبيتاليزاسيون ديال يومين ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام ايامات الكوليرا ولينا كنشوفوا دابا الامراض المزمنه. يعني راه ممكن غنشوفوا دابا كيفاش قضينا على ذوك الامراض التعفنيه اللي كانت باش قضينا على الامراض التعفنيه الكوليرا والقزاز والمحمرون قضينا عليهم بالتلقيح. برنامج الوطني للتلقيح هذا راه نجاحات في المغرب كبيره. راه المغرب راه مرجع في التلقيح عرفتي راه كلشي حيت بالمرات كتكون المدرسه ولويه ما كاين والو كلشي وهذا المسائل وكان خصنا نعرفوا الفالوريزم كيف قلنا قبيله الثقافات شو الثقافات كانوا غير سميتو يمكنات بسيطه نقدروا نديروا بزاف الحوايج وما نكونوش عالميين. على الاقل المغرب راه مرجع كبير في التلقيح قدينا على الامراض اللي سيبلي بالتلقيح. ما بقيناش كنشوفوا القزاز راه اخر حالات ديال القزاز ديال الشلل راه عقلتو في الجيل اللي قبل منا راه ما كاينش شي حي ولا شي درب ما فيهش الشلل. كان داكشي عقلتو على الشلل البوليمي ما بقيناش كنشوف من التسعينات من فات التسعينات ما بقيناش كنشوف في المغرب ولو حاله وحده ديال الشلل. ما بقيناش كنشوفو الناس كيموتو بالقزاز، ما بقيناش كنشوفو الناس بوحمر ولا شي ولا داكشي. يعني من التلقيح ولكن كاين عوامل اخرى بكري عاوتاني في ذاك الوقت ما كانش الواد الحار، ما كانش لو بوطابل، ما كانش الماء صالح للشرب. يعني باش نفهموا بان الصحه راه في تداخل ديال كلشي، ماشي بواحد صد على راسو الصحه تخدم بوحدها وهادو تي. يعني ملي حسنا السكن ولا الواد الحار ولا الماء صالح للشرب تغلبنا على الكوليرا تغلبنا على الامراض التعفنيه. دابا في نظركم كيفاش غنتغلبوا على دابا عرفنا كيفاش تغلبنا على الامراض التعفنيه اللي كانت ديك الامراض المزمنه بحال هادو باش غنتغلبوا عليها؟ هما بحال الحملات هادو ديال التوعيه والديغنوستيك بريكوس ديال السكر والطونسيون راه غتمشي للدياليز غتمشي دير واحد لونكيت غتلقى اكثر من 50% توصلوا للدياليز لانه داك السكر ولا الشطير الطونسيون. اذا اما حسن واش نمشي نخدموا في لابريفونسيون في الوقايه باش ما نوصلوش لهذا ولا نمشي نزيدوا في المراكز ديال الدياليز ولا يخفى عليكم بحال دابا كانت رمضان هو احسن مناسبه باش ديما حنا في المغرب احسن مناسبه باش نضرب الطونسيون السكر هو رمضان. جو بريفير مره اخرى يعني الا كانت شي حاجه اخرى دار قبل رمضان حيت رمضان كيكون ديك الساعه الخدمه سبق كيما يعني باش نهضر على داء السكر رمضان خصنا نشوفو نديرو في الاول رمضان ولا قبل رمضان بشويه باش نوجدو الناس لرمضان. وتنظن تنحيي الجميع في الحقيقة أنا محظوظ أنني بين الأخوات ديالي الحمد لله لقيت نفس التجربة عاونتونا بزاف وشكرا.
وغادي نناديو على اعضاء ديال الجمعيه ديال الحياه. معنا سي محمد عويد باش يجيو اعضاء الجمعيه سيد الرئيس سي عبد الله بوعسرية رجل طيب لا يتحدث كثيرا ولكن يشتغل كثيرا. شكرا سي بوعسرية. سي حسين الشمالي الراجل عظيم. هادي واحد شكرا. معنا السيد باش داخل واحد غادي على واحد السيد الصراحه انا كيعجبني كيفاش كيتكلم مع النساء والرجال. الا حضرت فازرو كيفاش كيتكلم معاه واخا كان رمضان مع ديك 12 اذا كنتي كتكلم بزاف والله العظيم علاش كيتكلم. ولكن السيد بالله الا شي 60 واحد كيتيجا ويقول السلام عليكم ابيكم تصبحوا. والله العظيم هنا السي عبد الرحيم دكتور خديجة تروفي غادي نديو هنا السي جمال عزي مومو عضو في المجلس البلدي لغاية الليل. السيدة فاطمة وهدي لكن حاضرة معنا فاطمة وهدي لكل من نبل البلاء الحسن لإنجاح هذا التكريم الذي ما هو إلا اعتراف بكل المجهودات المبذولة من طرف الفاعلات والفاعلين الجمعويين والأطر الطبية والممرضات الرائعات، مع تحياتي واحتراماتي لكل من ساهم بالقليل والكثير من أجل ساكنة هيت ملول.